رغم انهم ولاده الكبار، ورغم انه ابنه البكري نسخة منه في الشكل واللون، ولكن حسين فهمي طول السنين دي بيتعمد يخبي ولاده من زوجته الاولى عن عيون الناس، ولا مرة اتكلم عنهم او ظهروا معاه في الاعلام، وكأنه ما خلفش غير منا بنت ميرفت امين اللي خدت نصيبها من شهرته تالت ومتلت. يا ترى ايه السبب في انك تخبي ولادك من زوجتك الاولى عن الناس يا استاذ حسين؟ ده بقى اللي هنعرفه في الفيديو ده.